بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني يا آبائي. ناخد بقى حاجات سهلة كده، أنا عارف إن أنتوا لسه مخضوضين عشان أول مرة. نتعلم الكرازة من حكاية، وده من أجمل طرق دراسة الكرازة. ربنا يسوع هنتفرج عليه، مش بقى ربنا، هنتفرج عليه ككارز في المستوى الشخصي، لأنه في ناس بتتخيل الكرازة وعظت يوم الخمسين، بطرس واقف بيوعظ لكذا ألف. الحقيقة الكرازة مش كده. الكرازة أساسا mainly man to man، يعني مثلا بولس، وده عظيم برضه، لقط واحدة اسمها فيبي، ولقط واحدة اسمها ليديا، والحكاية بتمشي بالواحدة كده مش كده، وأكيلا وبريسكيلا، والقصة مش بتمشي جماهيرية زي ما الناس فاكرة. هيجي لك وقت ربنا يديك نعمة انك تقف في مكان فيه ناس كتير تتكلم عن ربنا، لكن اغلب الوقت القصة هتبقى اللي قاعد جنبك في الطيارة، واللي سواق التاكسي اللي ركبته في البلد. فالقصة بتبقى على المستوى الشخصي اكتر كتير قوي من على المستوى الجماهير. تعالوا ندرس الكرازة من ربنا يسوع في قصة زك. زك انتوا حافظينه تقريبا ومشهور. دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشرين. There was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector and he was rich and he sought to see who Jesus was but could not because of the crowd for he was of short stature. في الأول اتقال اجتاز في زكا، اجتاز في أريحة. By the way, Jericho أو أريحة ليها history. You remember the history of Ariha, Jericho. من وقت يشوع فاكرين أسوار أريحة كانت أول بلد في كنعان كلها، يعني أول ما عدوا الأردن موسى كان راح السما خلاص، يشوع دخل كانت أول مشكلة أريحة، والحتة دي لسه موجودة جنب القدس، يعني أريحة دي هناك كان قبلها أو بعدها يعني لا قبلها. احنا كنا لقى 19 ده زكا، لقى 18 اخره حكاية الاعمى في نفس المشوار. على فكرة بيت زكا ما زال ملك الكنيسة القبطية في فلسطين، يا ريتكم تروحوا تشوفوه، بيت زكا اللي قعد فيه المسيح ملك الكنيسة القبطية. فهنا تلاحظوا ان ربنا يسوع كان بيمشي، وطول ما هو ماشي بيتقابل مع كيسز، كان قبلها الأعمى ودلوقتي زكا، يبقى احنا هنقابل ناس مختلفة باحتياجات مختلفة. Different people with different needs but the same person, the same servant, the same evangelist. Jesus like servant. واحد شبه المسيح بيحب الناس. So he loved the blind and he helped him to see. He opened his eyes. And he loved the keys and he helped him to see. He opened his eyes differently. واضحة؟ يعني هو بيشتغل مع الكل، وكل شخص بيقابله مهم بالنسبة له، مع أنه اللي فاهم قوي التسلسل الأحداث هو كان رايح عشان يبتدي حد الزعف. اللي مذاكر قوي الطقس، عشية حد الزعف حكاية زكا، فاهمينها؟ يعني خلص زكا وخده معاه ودخل على أورشليم بالزف. باكر أقصد، باكر حد الزعف، صح. مقصود بيها إيه؟ He had a plan that he will be celebrated for the first time and the last time as a king on the Palm Sunday. كان هيحتفل بيه في حد الزعف، وهو مرتب ده، عشان كده عملناه عيد سيدي كبير، لأنه الأول مرة يعلن عن يسوع كملك ويتقال له مبارك الآتي باسم الرب. You know it was it meant like you are the Messiah. عشان كده الجماعة اليهود اتكركبوا آخر كركبة، قالوا لازم يموت بأي تمن، لأنه في اليوم ده كل الجماهير صدقت إنه هو المسيح، فكانت وعاتهم سودة الجماعة بتوع الهيكل، فمن يوميها وهم نولوا لازم يخلصوا منه. فon the palm day he was celebrated as a king and he accepted the celebration. Before this celebration, he focused on the keys. He focused on the blind man. فهمتوا اللي أنا عاوز أوصله؟ مفيش حاجة شغلاه عن كل واحد.
وبيقدر يركز مع كل نفس حتى لو في موضوع كبير شغله. مرة واحد من الآباء بيحكي لي إنه كان رايح يقول وعظة ومشغول قوي بترتيب الوعظة، وبعدين ركب أوبر أظن في بلد يعني، فالراجل طبعا إحنا شكلنا كرازة لوحده يعني، فالراجل بتاع الأوبر عاوز ينكشه وأبونا مش فاضيله، عمال يحضر الكلمتين اللي هيقولهم بالإنجليزي، فمش يعني الموضوع هم على القلب يعني. So أبونا was like focusing on thinking of the lecture he was about to deliver, but the driver asked him about why you are wearing this garment, who are you, what's your church. After a few minutes, he told me that I found out that this man is much more important than the lecture اللي انا رايح لها. فاهمين الفكرة؟ ما انا يمكن وفعلا الراجل هو اللي اتعلق بيه، بينما المحاضرة ما جابتلوش زباين. ساعات احنا نبقى مركزين على حاجة، بس ربنا بيقول لك اهو الزبون، اهو اهو ده المهم دلوقتي. ربنا يسوع بقى ما بيتلخمش بالزحمة، حاجة جميلة فيه. Although he was like, there was a crowd, and when you have a crowd, usually you cannot focus on single man. تاني حاجة عاوز أقولها لكم برضو، by the way, the story of Jericho mentioned in the Samaritan, the Good Samaritan story. حكاية أريحة دي اتقالت لما الراجل كان نازل من أريحة، من أورشليم لأريحة. خلي بالكم أريحة عند اليهود مش محبوبة، لأن أريحة كان بيسكنها ناس مش يهود، فكانت مخلطة. عشان كده يقول لك نازلين من أورشليم لأريحة، الآباء شرحوها واحد روحاني ونازل للجسديات، فاهمين؟ آباء الكنيسة قروها كده، فالدهول على عينه بقى طلعوا له الحرامية. الحرامية اللي هم الشياطين يعني استلموه، والمسامير الصالح حين المسيح. فأريحة ما كانتش البلد الايه هاي، أورشليم دي بلد هاي يعني. جيروسالم was always glorified. Jericho was for the poor and even for the non-Jew people. المهم انه تشخيص زكا كان في الاول كلمتين، رئيس عشارين وكان غنيا. لما تيجي تركز على شخص ارجوك اقرا في دماغك صح. هو لما يكون واحد غني في مجتمع فقير وكمان بيشتغل شغلة مهببة، دي لوحدها لازم وراها نفسية معينة. فاهمين الفكرة؟ فالإنجيل مش بيقوله بس، بالذات القديس لوقا، لوقا is the best storyteller in the Bible. القديس لوقا ألطف قصصي في الكتاب، لأن دي موهبة من مواهبه. طبعا الكتاب كله موحى من الله، لكن القديس لوقا عنده ملكة الحكاية، فربنا بيستخدمها. عشان كده مثل الابن الضال تقدر تتخيله بسهولة قوي، لأنه شطارة اللي يحكي الحكاية تبقى مرة. سوري ان انا بقلب كل شوي. أم بتقول لي انا عيالي مش بيحبوا يسمعوا الحكايات مني. انا بعد 3 دقايق عرفت السبب، انا زهقت منها بعد 3 دقايق. تخيلين في أم تحكي حكاية العيال يبقوا عاملين كده، واحكيها تاني، هم عارفين الحكاية، لا احكيها تاني، احكيها تالت، لأنها she's talented. في واحد مجد ويخليك تتفصل منه بعد دقيقة. فدي مهمة عشان الكرازة عموما يعني. فقبل ما يقول لنا زكا ده، قال لنا رئيس عشارين وغني، تتوقع معاه حاجات كتير. يبقى أنت ككارز حاول تفهم الشخص. Please try to understand the person. Listen carefully. Look carefully. Because when you understand the history, the background, you can help him more. الراجل ده definitely not beloved by the people. أكيد مش محبوب. الراجل ده لوحده، لأنه فيش أغنية في المنطقة كتير. الشغلة بتاعته شغلة وحشة قوي. هو مش عشار عادي، هو chief of tax collectors، رئيس عصابة يعني. فيعني أكيد محدش طايقه. كمان قصير يعني، لا قصير هنا تعمل أزمة أخرى، إنه عندهم مجال للتريقة عليه. فاهمين الفكرة؟
خلاص، مع احترامنا للقصيرين يعني، لأنه في ناس بتكرهه وبتتريق عليه، فهنا في مشاكل كتير. يعني رسالة ليكم حبايبي، ما تستبعدش حد من مجال الكرازة، يعني ما تخافش انك تكلم واحد مشهور. الله، طب ما يمكن المشهور ده عاوز يعرف المسيح، لان في ناس تقولك انا اشتغل مع الغلابة. طب افرض جالك واحد مثقف قوي او غني، هو يعني وقع من السماء؟ ما هو عاوز يدخل السماء برضه، لان المسيح كان معروف انه بتاع غلابة، لكن ستيل هو he came for everyone. So yes, we focus usually on the poor people because the poor people are ready to accept the good news more than the rich people. But again, many of the rich people are very happy listening to the word of God. فما تستبعدش كمان سيء السمعة، ما تاخدش على كلام الناس. ممكن تروح بلد فناس يقولك على فكرة فلان ده وحش قوي، بعد سنين تكتشف انه احسن خادم في البلد، فبلاش تمشي على السمعة. زكا كان الناس كلها بصت على المسيح، ايه اللي بتعمله ده؟ انت مش عارف داخل عند مين، لكن ربنا يسوع عارف طبعا واختار صح. زي ما حصل برضو الست اللي كانت بتغسل رجلي دي وتعيط، زي السامرية بالظبط. دايما الفيرست امبريشن يبقى مسليدنج. Don't believe your first impression. Sometimes you need to ask God whether this man is suitable for this service or not. يعني صلي لو سمحت، بص بعين المسيح مش بعين الناس. افتكروا المعنى دي، بص بعين المسيح مش بعين المجتمع، عشان تعرف تشتغل صح. ما تخافش من اللي الناس بتخاف منه. في ناس بتخاف من بعض الناس، لا ما تخافش، مش حد هياكلك يعني، ولو كلك يبقى ربنا عاوزك شهيد، ما حصلش حاجة، لكن ما تخافش. طلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة. طبعا لما تشوفوا الزحمة وواحد صغير مش شايف، حاجة تغيظ بجد، وأنا طبعا عندي الإحساس ده كتير، فبيبقى الواحد مش طايل، فمشكلة. والناس طبعا مغطية على المسيح والمسيح مش باين، ما هو ماشي. خلي بالكم خلاص الناس بتحب ربنا جدا وبقى معروف، ما بقول لكم ده قبل حد زعف على طول، فمنما بيتحرك ألفات حواليه، لازم تتخيلوا كده القصة. فعشان واحد يحشر نفسه وسط الألفات صعب، بالذات وهو مش محبوب، كل ده ربنا يسوع واخد باله منه. Remind yourself always that there are many people just waiting to know God. They want to know God. They are asking about God. They have a big question about God. في ناس كتيرة كده، صدقوني هتكتشف ان العالم مليان ناس السؤال اللي شغلهم مين ربنا. هم دول المختارين، هم دول اول ناس لازم تركز عليهم. زكا ده بقى اسقف بعد كده، بقى قديس وعندنا جزء من جسده في مصر. فمين يقول ان زكا ده مهم قوي عند ربنا كده؟ لازم بقى الدماغ الكبيره دي بتاعت ربنا والعين الحلوه اللي تشوف كل حاجه حلوه. يا ترى هتقدر تقدم له صوره المسيح؟ Zacchaeus liked the story of Jesus before seeing him. دي اول مره يشوفه. But he knew that this man called Jesus Christ loved the sinful people. طلعت سمعة المسيح دايما انه بتاع مين؟ بتاع العشرين. فمين العشرين؟ يعني الحرامية. خلي بالكم كلمة عشرين في المجتمع يعني الحرامية، والخطاة بالنسبة للمجتمع معناها دلوقتي الزنا، عشان تبقوا فاهمين بالضبط المقصود بالتعبير. محب العشرين والخطاة لغتنا النهاردة بتاع الحرامية والزنا. بصوا السيرة، بس بالنسبة لواحد حرامي على مزاجه قوي، فاهمين؟ فهم اليهود طلعوا السمعة دي على المسيح عشان يخلص يمشوا الناس منه، لكن هو ما كان قابل السمعة دي عشان الفئات دي. دايما في معطلات في الكرازة، في واحد عاوز يجيلك خايف يجيلك. على فكرة في بعض البلاد هتبقى في ناس نفسها تتكلم معاكم خايفين منكم عشان انتوا أجانب، وتبقى انت اللي خايف منه عشان هو صاحب البلد. By time you will find out that these people are very kind and they looked يعني forward to know you, to speak to you.
فهو زكا ما كانش طايل انه يكلم مع المسيح ولا حطها في باله، هو بس عاوز يشوفه. ربنا يسوع بقى ككارث شاطر، لا مش هتشوفني بس، احنا هنحكي، هنقعد، هجيلك البيت. ركض متقدما وصعد لجميزة كي يرى، لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. فلما جاء يسوع للمكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. أنا طلعت منها باستنتاج كده، في موعوظين، عارفين موعوظين يعني إيه؟ كاتيكومن، الناس اللي هي عندها رغبة، still they are not baptized yet, they are not maturing their faith، مش ناضجين في إيمانهم، فدول بيتسموا موعوظين. موعوظين يعني لسه بياخدوا بيتعلموا، لما يستووا يتعمدوا. We have to respect the will of the catechumen. Many of them are very much interested to know. Their heart is full of love. فبيبقى لسه ما تعمدش لكن مليان مدرسة، لأنه عاوز يتعلم. زكا ده ما مش طاب، فما حلمش إنه يبقى المسيح في بيته. بشوفوا اللي عمله ده، المجهود اللي عمله يؤكد إن قلبه حلو، ويؤكد إن فيه حتة جميلة، عنده رغبة. ما نعرفش الرغبة دي إيه، بيحب ربنا اللي ما يعرفوش، نفسه يتعدل ويمشي صح، ندمان على عيشته، الله أعلم. لكن في رغبات حلوة، should be respected. في دوافع جميلة في الرجل، عشان كده المسيح وقف له وجي على الوقت وعلى البلان وعلى الناس وعلى انت، لا انت مهم. كمان حاول تركز مع الناس اللي بتاخدها جد، عشان كده احنا في منهج الكرازة at least you should give like 6 months for any catechumen before baptism, from 6 months to 3 years or more. ليه؟ لانك لو استعجلت وعمدت حد مش هيقدر قيمة المعمودية، وممكن ما يكونش فاهم صح بعض الحاجات، فيرجع بعد شوية يحصل له ريلابس. فلازم تبقى واخد الحكاية بالراحة، فانت عينك على مين بيتقدم. كلمة يتقدم دي اللي اتقالت على زكا، ركض. ركض دي يعني الآباء فاهمينها بعد كده بتوع الكرازة، يقولك عندي فصل موعوظين في 20، في 3 صواريخ بيجروا، فاهمين؟ In a class for catechumen, you have to evaluate the level of running. Some of them are really running in their knowledge. They want to know more and more. They love God. لكن في ناس متأخر. الرجل ده كان بيجري وطلع فوق الجميزة. كل ده بالنسبة لربنا يوزن، يوزن عن كل الجموع اللي حواليه. كمان ربنا يسوع جه في لحظة كده وعمل المجال اللي ايه يتكلم فيه مع زكا، يعني نشنها، نشن انه في اللحظة اللي زكا طلع فيها على الجميزة المسيح وصل للجميزة ووقف. Imagine the story when Christ stood it at this point, all the crowd will stand still. كله هيوقف صح؟ وكله هيبص، هو المسيح واقف ليه؟ ما هو الموكب ده كله ماشي عشان المسيح، بس كده المسيح وقف كله هيقف، وحتى اللي سابقين هيضطروا يبصوا ورا، هو ليه وقف؟ ليه وقف وعمل كده؟ كل الجماعة هتعمل ايه؟ يا نهار ابيض، متخيلين كام الف بصوا وضحكوا؟ ايه الراجل ده؟ راجل شكله نظيف، يعني راجل لابس كويس، ايه اللي مطلعه فوق الجميزة؟ فزكى اكيد كان بيعرق جاب الوان، لانه هو كان فاكر الحكايه تعدي وخلاص. لا ده كل الناس بصت عليه. Maybe Zacchaeus expected that Christ will hurt him, will say bad words. But اللي عمله المسيح كان عكس كده خالص. اكيد ابتسم له طبعا، ده باسمه كرامه ليه قدام كل الناس، وقال له تعالى هدخل بيتك أسرع لأنه ينبغي أن أدخل في بيتك. زكا لقى كرامة من شخص معروف أنه كويس قوي، وزكا معروف أنه وحش قوي، فلقى احترام غريب. خلي بالكم، واحدة من مفاتيح الكرازة الاحترام. When you respect
people, you open their hearts. فأنت احترمه جدا واحترم اللي عمله. الناس يمكن ضحكت عليه بس المسيح قدر. The appreciation is very important. He appreciated so much what Zacchaeus had done. وبالتالي اتفتح الباب. طبعا calling people by their names is very important in evangelism. You have to have a personal relation with any guy. مش هينفع اي وعظ وخلاص. لازم في حتة شخصية. فهنا المسيح رغم انه بتاع جماهير لكن لا هو تعامل مع زكا على المستوى الشخصي. وبعدين يا ترى هتطلب ايه من الموعوظ بقى؟ لو جالك واحد بيسألك عن ربنا هترد خلاص؟ لا، في خطوة اهم. ما تقفش عند سؤال واجابة. بليز، الموضوع مش دماغ، الموضوع قلب. The best relationship between an evangelist and a catechumen is a love relationship, not a mind relationship. يعني القصة مش واحد عنده سؤال وحضرتك عندك إجابات هيلاقيها في الكمبيوتر. لا، هي قصة بين واحد خادم بيعرف يحب ومخدوم جعان حب. بعد كده تيجي الأسئلة والإجابات. ولو ما عرفتش تجاوب ما تخافش. فاهمين القاعدة دي؟ لو ما عرفتش تجاوب مش مهم قوي، لكن لو ما عرفتش تحب خليك في بيتك لو سمحت. ما ينفعش. فهنا اللي فرق مع زكا مش سؤال عاوز إجابة، هو اللي فرق معاه حب، احترام، اهتمام، عين جميلة، شخص مهم، في غفران ضمني في القصة. لأنه كونه يدخل بيته، خلي بالكوا في عرف اليهود تعتبر إيه؟ دخل ليبيت عند رجل خاطئ. أنا لسه أقول لكم خاطئ يعني إيه؟ كلمة وحشة، شتيمة، شتيمة، خلي بالكم. عشان كده سمعان الفريسي قال لو كان نبي كان عارف مين الست دي وشتم، إنها خاطئة، دي شتيمة. فالشعب كمان شتم، ده دخل عند راجل وشتم. فاهمين؟ المسيح سامع الشتيمة ومش فارق، وزكا سامع الشتيمة. بتتشتم بسببي؟ كبير قوي بقى. واضح الكرازة بتمشي ازاي؟ حب حقيقي. ناس جعانة جدا للحب. حب ومفيش مفيش أغراض، والمسيح مش داخل ياخد منه فلوس ولا يستنفع بأي شكل. أسرع وانزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيت. عشان كده دخول بيت المخدوم مهم. دخول بيته مهم. قديس بولس في وعظته المشهورة في أعمال 20 قال شاهدا في كل بيت. أفسس بلد دخلها بيت بيت، شاهدا في كل بيت. قعد 3 سنين قال ليلا ونهارا وقال شاهدا في كل بيت. إيه ده؟ زي عمل كده؟ زي بيعرف يعمل كده؟ بيت بيت دخلوا بولس. عشان كده يقول ما أجمل أقدام أقدام المبشرين بالخير. عارفين سلم رجلك؟ مش سلم فمك، لا رجلك كمان، رجلك دي فيها بركة. Any one want to know God needs attention, needs to be loved. لازم تركز معاه، لازم تديله اعتبار أكتر من شعبك. دي مشكلتنا في كنائسنا القبطية. أقول لكم حاجة بقى بتوجع قلبي، كنائسنا القبطية في المهجر مش كارزة. ليه؟ لأنه بيخلي أبونا يهتم بالأقباط ما يهتمش بالأمريكان أو الأسترال. وبالتالي لو دخل واحد أمريكاني مش هيلاقي اهتمام، بالعكس ده ممكن يلاقي ريجكشن، لأن هم عاوزينها مصر مش عاوزينها سما. فمين الفرق؟ هم في ناس كتيرة يقولوا لي كده أقباط المهجر، يقول إحنا بنيجي الكنيسة كأننا رجعنا مصر. يا شيخ روح أنت مش فاهم حاجة، أنت تروح الكنيسة عشان تروح السما. لكن هو بقى فرحان قوي يقول انا بروح الكنيسه بضرب ساعتين سواقه عشان ده بالنسبه لي كاني رحت مصر. مصر ام الدنيا. ايوه زيدي ام الدنيا بس مش هتاخدك السما، خلينا في السما. فالتفكير الروحي واقع، الكنيسه هي السما. فلو السما يبقى الامريكاني اهلا وسهلا، ده صاحب البلد. ده المفروض لو دخل واحد غريب كلنا نفسح ونركز فيه هو مش في الفول والطعميه.
عشان كده احنا كنيسنا معطلة جدا للكراسة، الا لما يطلع ناس زيكم جيل بقى جديد واعي ان احنا موجودين في البلاد دي عشان البلاد دي تعرف المسيح، مش عشان نستنفع ونجيب منهم فلوس. ده تفكير غلط خالص. اختم بقى عشان الوقت سرقنا. الحقيقة الجميع تذمر في الخدمة الكرازية، هتلاقي الناس ساعات تسيء فهمك او ما يعجبهاش تصرفاتك. لسه كان عندنا موقف في احد البلاد، يعني الخادم سلك سلوك رائع مع ان جاب له كلام جدا، بس هو مشي زي ما المسيح قال. لكن في ناس كتير حتى من اللقباط اللي حواليه عنفوه بشدة واستغلطوه جدا، لان هو بيكلمه لغة الدنيا. فهنا المسيح اللي عاوز النفس دي، اللي عاوز يجيب زكة، اللي شايف مستقبل زكة كخادم، مش فارق معاه تشتم ومش فارق معاه ناس مش عاجبها المسيح. هم عاوزين المسيح على هواهم، اليهودي المتعصب، المعلم المشهور اللي يمكن يسكنهم مطرح حنان وقيافة، حدش عارف الطموحات ايه، مش مهم الناس دي. لا، المسيح مركز كويس مع الناس اللي يجي منها صح. توقع نوع من الرفض الشعبي. Always expect some sort of rejection. هيحصل لك كده. في بعض الناس هتقلق منك أو هتتضايق من طريقتك. إنما فرحة الموعوظ علامة حلوة قوي. إحنا بنقرأ الموعوظين من عينيهم على فكرة. Some of the catechumen, when you teach them about the Bible, they feel like thirsty. عارفين شعور العطش؟ قاعد قدامك عطشان وعاوز تاني عاوز تاني، فتحس انه دول لازم يعني. فزكا كان فرحان بجد، ومن فرحته خد قرارات. وعشان كده ده افضل اسلوب في الكرازة، انه لازم المكروز ليه هو اللي يقولك وانا هتعمد امتى بقى. خلي بالكم احنا عمرنا ما بنزق حد المعمودية. هو انت علمته ان المعمودية هي الولادة الجديدة وهي اللي بتكتب اسمك في السماء، وبعديها التناول بقى وجسد المسيح ودمه، وتقعد تغيص فيه كده بس كده. لكن انت مش بتقول له هعمدك خالص، بالعكس هو يقول لك مش هتعمدي، يقول له لا لسه بدري، لازم تتقل عليه، ده العادي. بس في واحد فعلا بيبقى واضح فيه الصدق انه نفسه يتعمد، لانه فهم صح خلاص. فلانه فاهم صح هيموت يتعمد. هو ده بقى ده اللي يترشح للمعموديه. لكن في واحد يقول لك ايوه انت قبلت المسيح اله ومخلص، تعال نعمدك بكره. ايه هو ده؟ مفيش كده خالص، مش صح. الحكايه مش شويه ايموشنز، ده تغيير حياه، ده هيتولد ولاده جديده بجد. وقف زكا بقى، وقف زكا وقال يا رب انا لو هدي نص فلوسي للمساكين، وان كنت وقشيته باحد ارد اربعه. هنا تلاحظوا ان المسيح ما خلاش زكا يعترف بالزق، برضو الحته دي مهم. In any program of catechumens we should explain the seven holy sacraments and we will speak in many lectures about repentance and confession, but still you will not push anyone to confess. They have to come saying I need to repent, I need to confess. فاهمين؟ لازم هو اللي يطلب. دايما كده في الكرازة، كده الكرازة الصح كده. هو اللي يعرف قيمة التوبة والاعتراف نفسي اعترف، قيمة التغيير المعجزي نفسي اتغير. انت بتعرض بس، ربنا بيحبنا، ربنا جالنا، ربنا يسوع هنشيل اسمه هندخل بيه السماء، هو اللي على المذبح، بس ما يقدرش يقرب منه غير اللي تبعه. كل ده بيتقال، ويبقى اللي قلبه نضيف بجد او عاوز هيبقى يقولك مش هسيبك، انا عاوز من ده، اعمل اي حاجة عشان كده. يبقى دايما بنسيب الموعوظ يطلب بليز. كمان accept the expressions, the personal expressions of everyone. واحد ممكن يعيط، في واحد ممكن يبقى فرحان زي العيال، في واحد ممكن ينظف لك الكنيسة من سعادته، في واحد ممكن يجيب بفرختين هدية لأبونا في بلد. بص accept the expressions اللي بتطلع لأنها طالعة من جوه.
يعني ما تقعدش ما تقولهمش لازم تعملوا كذا وكذا، لا بلاش اللوازم الكتير دي. هنا زكا no one taught him how to repent but he took decisions and all the decisions were very much accepted by the Lord. خد قرارات صح 100%، قراراته الراجل ما سمعش وعظات عن العطاء، عمل اللي المسيح بيحبه بالظبط وعمل التوبة الصح بالظبط. إذن هو هنا لقط لأنه عمل المطلوب من غير إيه تعليم مباشر. يا ترى أنت شايف زكا إزاي؟ بصوا بقى، الناس كلها كانت شايفة حرامي، المسيح قال ده ابن إبراهيم، ابن إبراهيم. So Christ could see the seed of faith in the heart of Zacchaeus. أصل إبراهيم ده أبو الإيمان، زكا كان عنده بذرة إيمان محدش سقاها قبل كده. زكا مش وحش، زكا ما تخدمش، زكا جواه حاجة شعلة نار، وعشان كده من يوم واحد لقيناه بياخد قرارات. هتقابله ده في الكرازة كتير. في ناس بتبص على الخارج بس، ناس فزدانة وناس ضايعة وناس مش عارف ايه. في ناس من المثليين بيبقوا قديسين عندهم استعداد للقداس، some of the homosexuals، those who practice الزنا بيبقى عندهم استعداد للتوبة والقداسة. في السجن عندنا ناس بتتوب في السجن في أفريقيا في كذا بلد، توبة زي اللص اليمين. فاحنا لازم نبقى مخنا أكبر من الـ expectations الطبيعية. Everywhere you will meet people waiting to know God and happy to repent. عشان كده أختم بالآية دي، الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا. Who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So it's kind of shining. نور بيطلع في القلب كده. هي دي الكرازة يا جماعة، ان في حاجة بتتحرك جوه اللي قدامك. ده مش شغلك على فكرة. We can never change any man's mind. We can never change any heart. But God can. We are just tools. God will make use of us in order to help others to feel the change. لكن النعمة هي اللي بتشتغل. ما تكون بتصلي كويس وبتحب الناس، هتفاجأ إنه قدامك ناس بتتغير وبتتغير قوي. بتتغير زي الحكايات بتاعت الإنجيل، مش كلام كده في الهوى. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.